تنصيب الأعضاء الجدد لأكاديمية المملكة المغربية، هذه المؤسسة المرموقة في إطار هيكلتها الجديدة. أكاديمية المملكة، المؤسسة المرموقة والمعلمة العلمية الوطنية التي أعضاؤها أعلام الفكر والثقافة والعلوم والأكاديميون، وتأتي هذه الدورة كمناسبة لتجديد هياكل أكاديمية المملكة كصرح عام مرموق لأداء رسالتها الفكرية بكل السبل المتاحة ونشر المبادئ والقيم الكونية المرسخة للحوار المثمر بين الثقافات. هذه الدورة في حلتها الجديدة اختير لها موضوع الأسرة وأزمة القيم.